كيف وضعها؟ أفضل. حسناً أخرجي. من هذه أختي؟ المساعدة مقبولة، الفتاة التي حاول قتلها محمود باشا. لا شيء سينقذنا إلا حياتها. سنيحة، نحن قمنا بتربية ابن الرائع، يعلم ثقافة الغرب ويفهم أيضا بالسياسة. أنا ربيت صباح الدين مع الله، بحيث إن حدث شيء للعائلة العثمانية يستطيع أن يصعد إلى العرش ويحكم كفرد من سلالات الخاندان. أيعقل هذا محمود؟ تتحدث وكأنك لا تعرف قوانين الخاندان. وما المشكلة؟ مدحت باشا عندما قال يمكن أن أصبح علي باشا، هل كان مخطئا؟ هل نحن أقل شأنا منه؟ هل عائلتنا أقل شأنا من عائلة مدحت باشا؟ ثم إن صباح الدين يحمل دم العائلة. هل تعي ما تقول يا محمود؟ لا تكن حالما سلطانة سنيحة. أنا فكرت بكل شيء، يكفي أن تقنع أخاك مراد بأن يكون سلطانا. وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ سأصبح الصدر الأعظم وسأدير الدولة، لأن أخاك مراد قد هرم، وبعد ذلك إذا جاء أجله بعد طول عمر ومات السلطان مراد أو حدث له شيء، ابننا صباح الدين سيصعد العرش. كل ما عليك هو أن تقنع أخيك مراد أن يصبح سلطانا. فكرت بكل شيء. لا أستطيع يا محمود. عليك أن تفعلي من أجل دولتنا. لا لا لا, لا. وأيضا من أجل ابننا صباح الدين. كم كنت محقة عندما قلت إن أمثال بدار قاد لسن أهلا للقصر أبدا. لا أستطيع. لا أحد يمكن أن يقنع مراد إلا بناته. سلطانة سنيحة، سوف تصبحين والدة سلطان. ستصبحين والدة سلطان. خيرا تحسين باشا. وجدنا هذه المرأة أثناء بحثنا في القصر. أظنه المسحوق الذي سمم سلطاننا. لمن هذه المرأة؟ هيا العب جيدا. حسنا. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. حسنا سألعب يا بني. هيا، هل انقطع زرك؟ انظر لهذا. خذ اصنع زرا من هذا. عمر، يوسف ماكر في النرد فلا تلعب معه. نحن نلعب فقط. أخي عمر، أخي عمر، حزب الهانشاك الأرمني دهم السوق يا أخي، يداهمون المحلات عند محل هنا. المعلم عاصي، ناولني هذه، ربما يأتون إلى هنا أيضا. هيا هيا هيا. عمر، أخي يوسف انتظراني أيضا. اسمعوا جيدا، أخبروا أصحاب المحلات المغلقة ألا يفتحوا محلاتهم بعد الآن. ستتركون هذا السوق. لن تفتحوا متاجركم هنا، لن نقبل بذلك حتى. لا
لو دفعتم لنا ضريبة. عبد الحميد لن يبقى، اجمعوا أغراضكم من هنا وارحلوا إلى سوق آخر، وإلا أنتم وعبد الحميد سنرسلكم معا إلى جهنم. إلى أين سترسلوننا؟ إلى جانب سلطانكم. خذ هذه إذن. عمر، بماذا تلهو يا أخي؟ يقول شجاعا أفضل من أن يقول سفاحا، صحيح يا أخي؟ هيا بنا لنذهب من هنا، هيا بسرعة. أسرعوا، اركضوا أيها السفلة. جزاك الله خيرا يا عمر. لم تنتظروني يا أخي عمر. أخي يوسف، هل جرح؟ ماذا قال السفلة؟ ألم تسمع؟ لقد مرض سلطاننا. لا بد أنها شائعة. هيا نلملم المكان. هيا هيا هيا, هيا يا إخوة. فور سماعي بما حدث للفتاة ركضت مباشرة، لم تكن عليها علامات الحياة. وكيف فهمت أنها على قيد الحياة؟ عندما جاء الحكيم من أجل تقرير الوفاة حركت إصبعها خلال المعاينة فأخبروني على الفور، وأنا أحضرت الفتاة إلى هنا بسرية لأن الموضوع جريمة قتل. إن أعلنت خبر حياتها فسيحاول القاتل قتل الفتاة مرة أخرى. كيف سنتخلص من هذا المأزق؟ هناك طريقة واحدة، أن تستيقظ الفتاة وتخبرنا بالذي طعنها. عبد القادر، أسرع وأخبر الحكيم. هيا. ما هو الوضع تحسين باشا؟ لقد وجدنا السم، سأرسله إلى الحكيم لينظر فيه. أين وجدتم السم يا باشا؟ في غرفة فتاة اصطدم بها سلطاننا أثناء محاولة الاغتيال. اسمحوا لي أن أستجوب الفتاة بأصول عسكرية. يا باشا، المسألة حساسة لدرجة لا تحتمل الاستجواب العسكري. أستأذنكم. يجب أن أرى أبي. أبي أبي أبي. ابنتي، لا تبكي يا ابنتي الجميلة. سارة خانم،
دعيني أعطيك معلومات بشكل موسع. كما رأيت يا سارة خانم، نحن لسنا من الذين يتركون الكفاح. اذهبي وأخبري الذين وضعوا عنوان الإمبراطور الميت في جرائدهم أن الأمر انتهى. هل أنت من قمت بهذا الأمر؟ غير معقول، أتعتقدين بأني سأقوم بكل شيء؟ أدخلنا فتاة فقدت الذاكرة إلى الحرم. محمود باشا، الفتاة اسمها مليكة ولم تفقد ذاكرتها، بل تتظاهر بذلك. من أين تعلمين بالموضوع؟ لأنني أنا التي أدخلت الفتاة إلى القصر. لا فرق إن كنت أنت أم نحن، السلطان يموت. في النهاية جميعنا قمنا بوظيفتنا. أنتم لم تفعلوا ما كان عليكم يا باشا. مليكة ليست شخصا يمكن أن أتخلى عنه. إن اقتضى الأمر سأحرق ذلك القصر ولن أتركها هناك. مهمتك الآن أن تحضر لي مليكة. ابنتنا حسناء وجدت هذه المرآة في غرفتها، لم تعرف ماهيتها فجلبتها لنا. من هذه الفتاة؟ لا نعلم، لكن حسب ما فهمنا تم إرسالها إلى القصر لتسممني، فطلبنا من الحكيم خليطا يظهر علامات كعلامات التسمم لفترة قصيرة حتى يظن الجميع أن السلطان قد تسمم. لماذا؟ أحد البشوات خائن يا ابنتي، ولم يبقى لنا طريقة أخرى لاكتشافه. وماذا سيحدث؟ ستكونين كتومة ولن تخبري أحدا أنني بخير. يكفي أن تكون بخير يا أبتي، سوف أصمت. حفظك الله لنا أبتي. ابنتي ابنتي. وضعها الآن أفضل سلطانة، لكنها لم تنجو بعد من مخالب الموت. حسنا، يمكنك الخروج. لنعد إلى القصر يا عبد القادر. وماذا عني؟ إن طلبت منك أن تبقى هنا، هل سيكون هذا كثيرا؟ فكما تعرف. لا لا، أنت على حق، من الأنسب أن أبقى هنا، لكنني وعدت سفير الألماني أن أذهب إلى القصر. هذه الحرب بين السفير وبين السلطان، أنت ابقى هنا. خالي، انتبه لنفسك. إن عرف محمود باشا بحقيقة الفتاة سيفعل ما بوسعه لقتلها. لا تقلق عبد القادر، سأكون هنا لتنهض الفتاة على قدميها وسترى ما الذي سأفعله بمحمود باشا. حتى الأمس كنت خادمة مسكينة، وقد طعنت وتركت كالقمامة، والآن سمو الأمير والسلطانة يدعوان لك والباشا أيضا لكي تفتحي عينيك. لا يمكننا انتظار موت السلطان، فالكل بدأ يفكر منذ الآن بالشخص الذي سيعتلي العرش. سأحرك الدولة العثمانية بأصابعي عندما يختفي عبد الحميد، ولا أهمية لأحد آخر يا باشا. بعد ذهاب عبد الحميد وحدنا سنحكم هذه الدولة. فكرة تثير الحماس، عاصمة دون عبد الحميد، لكن أبي على حق، حان وقت التحرك.
وماذا سنفعل؟ أنت سترسلين خبرا إلى هرتزل ليأتي إلى اسطنبول حالا مع رأس المال الذي لديه. فالأموال التي جمعت من أجل السكة ما زالت تحت حماية الشخصية، وخسارتي أمام هرتزل في البورصة ستظهر على أنها مجرد فشل اقتصادي وحسب. أنا أتكلم عن الدولة وأنت عن المال. سارة خانم، كلما ذهب سلطان يأتي مكانه سلطان، وهذا يعني نظاما جديدا، والنظام الجديد لا يتحقق إلا بكثرة الناس، وكثرة الناس تتحقق بالمال لا بالترهات. سأرسل لهرتزل كي يأتي لنكسب الأموال، لكن يجب أن نخرج مليكة من القصر بأسرع وقت. في هذه الفترة إخراج عصفور من القصر يحتاج إلى 1000 تدبير وتدبير، وكما تعلمين نحن نتكلم عن شخص قد سمم السلطان. محمود باشا، يجب إخراج مليكة من القصر. حسنا، سأحاول فعل شيء لإرضائك. قبل أن تدخل مليكة إلى القصر طلبت منا اسما كضمان لإنقاذها من قبلنا، فأعطيتها اسم شريكنا في الداخل، أي أعطيتها اسمك. أقصد أنك مجبر على إنقاذ مليكة يا باشا، وإلا ستتكلم. نحن لسنا ممن يتركون خلفهم شخصا خاطر بحياته لتسميم السلطان. لابد أننا سنفعل الشيء المناسب. إلى اللقاء سارة خانم. أعتقد أنك ستبقين جالسة هنا. مرحبا. أهلا. لماذا لا نلتقي؟ فرغ وقتا لنا يا أخي. سأفعل قريبا، لا تجعل سارة تنتظر، لديها مفاجأة لك. من هذا الشاب؟ صحفي معارض. ما مدى معارضته؟ معارض لأقصى درجة، إن أصبحت الحاكم سيعارضك أنت أيضا. لم تعرفني جيدا صباح الدين، لو كنت أنا السلطان لما كنت صبورا كعبد الحميد. تحسين باشا. تفضل سلطاني. هل عرف الجميع عن حسناء؟ كما أمرت سلطاني، جميع الباشوات يظنون أن الفتاة سممتك. سوف ننتظر إذن أن يتحرك هذا الخائن لإنقاذها. سلطاني، رضا باشا عندما سمع بالفتاة طلب إذنا للتحقيق معها. أخشى أن يتصرف أحد الباشوات بصورة شخصية ويؤذيها. اصرفوهم من الصالون وأحضروها إلي لتكن بجانبي. كما تشاء يا سلطاني. تحسين باشا. تفضل سلطاني. سمعت أحدهم ينشد، من هو؟ أحد جنودنا سلطاني، لقد أخطأ لكن تم تحذيره سلطاني. لا داعي لتحذير صاحبي الصوت العذب يا باشا، دع هذا الشاب يأتي إلي يوما. تحت أمرك سلطاني. أرجو أن يتعافى إن شاء الله. انظر. تحسين باشا، كيف هو وضعه؟ على حاله. أيها الحاجب، أرجو أن تفرغ هذا المكان، فالضجة تزعج راحة سلطاننا، وليهتم الجميع بأعمالهم. ادعو له. هيا. تحسين باشا، إنه من باريس، من فاطمة بسنت خانم.
إنه خبر سار، مكتوب هنا أن فاطمة بسانت خانم وجنينها بخير. تحسين باشا، اسمح لي بقراءة التلغراف على سلطاننا، ربما يسعد بسماعه. أظنك لم تفهمي جدية المرض يا سلطانة سنيحة. سلطاننا لن يسمعك. أملي أن أنجب لسلطاننا مولوداً بصحة جيدة، أرجو أن يكون ذكراً. ربما سيكون حظه مثل عبد القادر ونزوجه بفتاة جميلة مثلك. سلطانتي أنت تحرجينني. قولي، ألم تشتاقي إلي عندما سمعت اسمه احمرت خدودك؟ هل هي جميلة؟ رائعة، سينبهر بها عبد القادر. ما هذا سلطانتي؟ لست وحدك تحملين الهدية لمن تحبين، ألا نحب نحن ونبدي محبتنا لسلطاننا؟ انظري لهذا. هذه الصورة، ليتني أستطيع التجول معه هنا. أينما كان المكان الذي أرسلك إليه، أجدك دائماً في المخزن يا هيرام. محمود باشا أصبح الصدر الأعظم ولا علم لديك. انهض، انهض، انهض. ما الأمر يا باشا؟ عبد الحميد يموت، ملك الموت في دوام إضافي من أجلنا، وأنت نائم هنا. ماذا حدث؟ هل سئمت من إطلاق الرصاص على نفسك وأطلقته عليه؟ دعك من هذه الثرثرة. هذه المرة بالسم لا بالرصاص. ماذا فعلت؟ سممت السلطان؟ لست أنا. من إذن؟ فتاة تدعى مليكة. انهض، هيا انهض، انهض. اقترب لأرى، اقترب، تعال. صحيح أنني لم أتولى الحكم بعد، لكني أريد أن أمنح لك وسام الدولة هذا. تعال، أرجو أن يعود بالخير والبركة على الوطن والشعب. والآن أكلفك بمهمتك الأولى بصفة مخبر الدولة الخاص يا هيرام. تكلم بوضوح باشا، ماذا تريد أن أفعل؟ تعال. ستذهب فورا إلى مقهى ليبون، ستجد سارة خانم تجلس مع شاب عند النافذة، اسمه سمير، هو صحفي معارض. انتظر حتى يخرج، سوف تسحبه إلى زاوية مخفية بعد أن يفارق سارة خانم، وقل له بأنك رجل من استخبارات عبد الحميد، لا تنسى، رجل عبد الحميد الخاص.
سوف تهدده. قل له إن بقيت تكتب المقالات المعارضة لعبد الحميد ستتلقى رصاصة في منتصف جبينك. ربما أكون قاتلا مأجورا، لكنني لا أقتل رجلا دون سبب. أخبرني بما تفكر ليسهل علي الأمر. حسب ما يقول صباح الدين فإن هذا الصحفي سيبقى معارضا حتى إن كنت أنا الحاكم. أليس هذا ما تريده؟ إنه فوضوي. صحيح، هو صحفي فوضوي، ولهذا السبب بالذات لن يخاف من تهديدك له، بل سوف يكتب بعزيمة أكبر وسيهاجم عبد الحميد أكثر. جيد، لكن لا تنسى يا باشا أنني إن هددت قتلت. أعلم ذلك، أساساً هذا هو ما أطلبه منك. عندما ينتهي هذا الصحفي من مقالاته ستذهب وتقتله، وبعد مقتله سيخرج الشعب المعارض ويثور في الشوارع. عندها ستنتشر الفوضى، وعند موت عبد الحميد سيصعد السلطان مراد مكانه. وماذا سنستفيد من الأمر؟ سيذهب سلطان ويأتي آخر. عندها أنا سأتدخل في هذا الأمر وسأرسل المعارضين إلى منازلهم. سيقدر مراد عزيمتي وسيعينني بمنصب الصدر الأعظم. حينها سأتولى إدارة المدينة أولا، ثم سأتولى إدارة الإمبراطورية العثمانية بأكملها. هيا تعال، هيا إلى العمل. هل أنت بخير؟ أنا قلقة سلطاني. لا داعي للقلق يا ابنتي، تفضلي. سلطاني، إن عقلي وقلبي وماضي كله مظلم. من أنا؟ لماذا وجدت سما في تلك المرأة؟ ماذا كنت في السابق حتى قبلت أن أسممكم؟ لا داعي للحزن، لو كان الشر بفطرتك لفعلت الشر حتى بعد أن فقدت ذاكرتك. نعيمة تقول الصواب. لكن سلطاني، ماضي يسجن مستقبلي. كنت متشوقة لأعرف من أنا، أما الآن فلا أريد. ماذا لو أردت أن أقتلكم عندما أعرف من أكون؟ أنا أخشى من نفسي. لا يهم كيف كنت في ماضيك ابنتي، المهم من تكونين الآن. لولا إخبارك لي بوجود ذلك السم لما استطعنا القبض على الخونة. ربما نقبض عليهم الآن. أرجوك كوني أكثر وضوحا. قلت إنك وجدت أختي، أين هي؟ كيف حالها؟ تكلمي. ثق بي واصبر قليلا. لا تفعلي هذا، ألا ترين كم أنا قلق على أختي كثيرا؟ إن لم تكن تثق بي رجاء أترك طاولتي حالا. الدولة ظالمة والحياة غريبة. سلبت حريتي وتخفين عني الآن مكان أختي. هذا يكفي يا سمير، أنت من تركها في الدير وجاء إلى هنا ليناضل من أجل الحرية، لذلك لا تتظاهر بالقلق بشأنها رجاء. لو لم يقتل أبي بأمر السلطان المجرم لما جئت إلى هنا، ولما تركت أختي وحدها. كنت أعيش بسعادة. نعم كنت كذلك، ولم تكن تستطيع أن تصبح كاتبا. صدقيني، كلما سرت في الطريق الذي تعرضنا فيه للمصائب أفكر دائما بموت أبي يا سارة.
غايتي الوحيدة من الكتابة الانتقام لموت أبي من ذلك السلطان المجرم. هنا يكمن خطأك. الانتقام من الجريمة لا يكون بالكتابة أبدا، بل بالجريمة. ولكن إن أنا قتلت فبماذا أختلف عن السلطان؟ هيا تقدم، هيا تحرك. أحصنة الناس تذهب. لا تلعب بجرحك يوسف. وماذا أفعل؟ إلى متى سيبقى واقفا؟ لا أدري يوسف، ربما حمله زائد. وكأنه يمشي دون حمل، الناس ينتظروننا، ماذا سنفعل؟ سنحمل البضاعة. أستغفر الله. لا تشتكي يوسف، احمد ربك، على الأقل لم يجعلنا نحمله أيضا. هل جئت الآن؟ بعد أن حملنا الحمل. سأفتح المستودع. أنا قادم. خيرا أخي. الفتاة التي في القصر وقعت منها صورة عند الحادثة وأنا التقطتها. حسنا. كان إلى جانبها شخص شاب في الصورة، رأيته الآن. وبعد؟ المسكينة فقدت ذاكرتها، لا تتذكر شيئا. لو أدركت ذاك الرجل لنفعنا الفتاة المسكينة، ربما يعرفها. لكن يا أخي، ماذا إن كان الرجل زوجها؟ هل تود أن تجده حينها؟ هيا يا شباب، ها نحن قادمان. سمير أفندي، هل أعرفك؟ أنت لا تعرفنا، لكن نحن نعرفك. نعرف أنك صحفي تتطاول على سلطاننا وتكتب عنه في الصحف. ألهذا السبب تتعقبني؟ هل يظن سلطانكم أنه سيخيفني؟ إن قلمي من الفولاذ لا ينكسر. قد لا ينكسر قلمك، لكن أصابعك هذه تنكسر. لن تمسك ذلك القلم الفولاذي مجددا وتكتب حتى اسم سلطاننا. هل فهمت؟ تحسين باشا، هل ما سمعناه صحيح؟ مع الأسف. أمي، أمي، كيف حدث هذا؟ هيا قل. الفتاة التي أشفق عليها سلطاننا وأدخلها إلى قصره فعلت هذا، هي من سممت سلطاننا يا عبد القادر. وجدنا سما في غرفتها. لا 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 يمكن أن تكون هي. تلك الفتاة بكت طوال اليوم لأجل حمامة مصابة. ربما، لكن كل مظاهر الرحمة تلك كانت فقط من أجل خداعنا. جاءت وأنقذت حياة حمامة مسكينة، وبعدها سلبت عقل أميرنا المخطوب. عمتي سلطان سنيحة، لا يمكننا الانشغال بهذا الآن، الوقت غير مناسب. لا يمكنكم الدخول. ماذا يعني ذلك؟ آخر أمر لسلطاننا ألا يدخل أحد إليه،
السلطانة تقول الصواب. ثم لابد أن الأمر غير هام بالنسبة لكم. مرت ساعات على الحادثة وأنت كما أرى لم تعلمي بها إلى الآن. يكفي! يكفي! أبي في الداخل يصارع الموت، يكفي! هذا جنون! لابد أن هذه الفتاة سلبت قلبك. ألأنني ساعدت فتاة مسكينة تقول عني مجنونا يوسف؟ ماذا تقول يا بني؟ أنت صديق طفولتي ورفيق دربي يا عمر، أتظنني لم أرى خوفك من أن يكون الرجل زوج الفتاة؟ أيا كان الرجل علينا أن نجده، لكننا لن نجوب الشوارع هكذا. سيعود إلى ليبون حتما، وسنتفقد المكان من حين لآخر. عد إلى رشدك يا عبد القادر، عد إلى رشدك. وهل أنت برشدك أمي؟ أبي على وشك الموت. أبوك لن يموت، أبوك لن يموت بني. لو حصل مكروها لسلطاننا لأحسست بذلك في أعماقي. ربما لا أعرف ماذا يحدث في الداخل، لكن أباك سيتحسن بإذن الله. كيف سيكون بخير ولديه ابن مثلي؟ كيف؟ أنت تظلم نفسك بني، لديك قلب طيب يا عبد القادر. علينا أن نقف مع بعضنا وأن نكون أقوياء. حتى لو تجاوز أبوك هذه المحنة لن يتوقف عن مهاجمتنا، لذلك يجب أن تعود إلى رشدك. ماذا سنفعل أمي؟ ماذا سنفعل؟ قولي ماذا سنفعل إزاء من سمموا أبي؟ أخبريني ماذا سنفعل بشأن الذين هددونا بأننا قتله؟ كما يقاوم أبوك سوف نقاوم نحن أيضا. إن لم تعد الفتاة إلى وعيها سيحكم عليك بسبب السكين التي وضعت في خزنتك، ولن تستطيع إقناع أحد ببراءتك، لذا كلم صباح الدين. لا أظن أن لصباح الدين دخل بالأمر. آه من قلبك الطيب، أخبرني أين استطاعوا أن يخدعوك؟ أين بدأت القصة برمتها عبد القادر؟ في الملهى. بالطبع في الملهى، وأنت ستستدرجه إلى الملهى. كلم صباح الدين، أخبره أنك تريد أن تروح عن نفسك، ناديه إلى الملهى. لكن هذه المرة أنت من ستشتت عقله. عبد القادر، عليك أن تعرف أين المفتاح الذي أخذه منك محمود باشا. أتعبناك يا تحسين باشا. العفو سلطاني، تفضل جلالتك. قال الأطباء بأنكم جعتم، فحضروا لك هذا الطعام في المطبخ. شكرا، ما شاء الله، طعام يكفي عشرة. سلطاني، كنتم تعتنون بصحتكم ولا تأكلون ليلا. هذا ليس العشاء مافياري باشا، إنه سحور. قررت أن أصوم كشكر لله سبحانه وتعالى لأنه نجاني من ذلك السم. تقبل الله سلطاني. آمين. تفضلوا تحسين باشا، تفضلوا. مافياري باشا، تفضل، تفضل. سيدنا عيسى كان يصوم أيضا، تفضل. يا أميري، يا أخي، هل أنت بخير؟
لم أنم طوال الليل. ليحضروا لك شاي الأقحوان، سيفيدك، ستنام قليلا، جربه. لا أريد. انظر أخي، انظر، إن كنت تحزن على والدك سوف تهلك نفسك عبثا، لن تكون أول مرة لسلطاننا يتحدى الموت فيها. أبي قوي صباح الدين، لست قلقا عليه، لكن أنا لست قويا. ماذا يعني هذا؟ هناك عذاب كبير داخل صباح الدين. طبعا، حمل القلب الذي ينادي بالحرية ثقيل. حتى الحرية لا تهمني، لو أعلم مكان هذا العذاب، لو أني أجده، لو أنه كان شخصا، لأخرجت خنجري وطعنته ثم أطعمته للكلاب. يبدو أنك فقدت عقلك يا أميري، استجمع نفسك. أحتاج أن أتبعثر الآن، لا أن أستجمع نفسي. ليكن ما تريده، الحل عندي إذن. دعنا نذهب إلى الملهى مساء من أجلك. الليلة، الإرادة هي حريتك، وأنا وظيفتي هي خدمة حريتك. هل سنخرج سرا؟ الكل مشغول، لن يلحظ أحد أني خرجت. لنخرج إذن.